السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ النهاردة جاي اعمل معاكم صوص الشوكولاتة. المقادير بتاعته 3/4 كوباية سكر، 3/4 كوباية لبن، 3/4 كوباية زيت او نص كوباية سكر، نص كوباية لبن، نص كوباية زيت، زي ما انتوا عايزين. 3 معالق كاكاو وفانيلياية، ممكن تستغنوا عنها. دلوقتي هنجيب الخلاط، هنحط بقى ايه، هنحط السكر وهنحط اللبن. دول اول حاجة، وهنحط 3 معالق كاكاو. وهحط عليهم الفانيلياية والكاكاو خام يا حبايبي، علشان بيدي مع الزيت سمك حلو قوي، الخام حلو جدا في الصوص. هضربهم وارجع لكم. انا ضربت المكونات اللي انا حطيتها قدام حضراتكم اهي، بصوا، ولسه ما حطيتش الزيت. وهو تقل ازاي؟ طبعا الزيت بقى هنحطه ازاي؟ واحده واحده، يعني مش هنحط الكميه كلها عشان الخلاط ما يبقاش تقيل عليه الصوص، لا، هنحط حبه حبه. يعني ايه؟ ربع كوباية الزيت، ربع ربع، هضربه وهرجع لكم. وهي الكمية اللي انا قلت لكم عليها اهي، عملتها كلها. طبعا الكاكاو نوع حلو، فتقل جدا من تقل اكتر من الكمية اللي انا حطها بتاعت اللبن، فانا زودت عليها نص كوباية لبن تاني. يا ريت تعملوا كده علشان خاطر انا ما يعني اقول لكم ان انا ضربته مظبوط بنص كوباية لبن زيادة، وبقى وضرب معايا في الخلاط، وهو بصوا تقيل ازاي، سهل جدا. ويا ريت يكون الزيت يا جماعه اللي انتوا بتحطوه يكون زيت نباتي، زيت نباتي بيبقى حلو جدا في الصوص ده، صوص شوكولاته اهو. بصوا انا هصبه قدامكم، هنزل الكميه ولا اهي كميه، وفي كمان كميه تانية حطيتها في كوبايه، كميه عملت حبه ياما يعني. فطريقة سهلة جدا وبسيطة. يا رب يكون فيديو بسيط ويعجبكم يا رب، ويا ريت لايك وشير وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد، فضلا مش امرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.